القلق من امكانيه ان تذهب هذه الجبهه الى تصعيد اضافي او الى حرب كامله. او القلق من ان تتدحرج هذه الجبهه ان تتدحرج هذه الجبهه الى حرب واسعه. وهذا احتمال واقعي ويمكن ان يحصل وعلى العدو ان يحسب له كل حساب. اذا كانت السياسه الامريكيه والغربيه تنادي بمنع اتساع المواجهة في المنطقة فطريقها ليس تهديد والتهويل على المقاومين الشرفاء الذين يدافعون عن المظلومين وينصرون المقدسات وإنما طريقها وقف العدوان على غزة President Biden has consistently stressed the need for Israel to operate according to international humanitarian law. I also emphasize that the protection of civilians Must take place not just in Gaza, but also in the West Bank, where incitement and extremist violence against Palestinians must be stopped and perpetrators held accountable. The United States continues to believe that the best viable path, indeed the only path, is through a two state solution. That's the only guarantor of a secure Jewish and democratic Israel, the only guarantor of Palestinians realizing their legitimate right.

فيش إنا مسكن فيش إنا مباد في إنا أي شيء لو أختيش بدنا نضلنا زيك خلص يا عمي بكفي بكفي لعندنا وبكفي اتحملنا أكتر من هيك الدب فوقينا اولادنا بقوم مسروخين من الدب والخبط والحرب والأغمة هيك بردك بتحملين بكفي يا عمي احنا بدنا هدنه بكفي